بسم الأب والابن والروح القدس الإله الواحد أمين. نكمل تأملاتنا في سفر الخروج، وصلنا لنهاية إصحاح 15. قلنا أن اليهود اللي عبروا وفرحوا وسبحوا خرجوا لبقى الحقيقة الجديدة أن هم هيلفوا في الصحر بعد ده كله. فقابلتهم أول مشكلة ان هم عطشوا، لم يجدوا ماء. برضو قلنا ان ربنا كان ممكن يدبر المية من اول لحظة، انما سابهم يدخلوا في امتحان عشان يعني يشوف هيقدروا عبور البحر، وهيفتكروا روح التسبيح، وهيقولوا اللي حل امبارح يحل بكرة، واكيد مش هيسيبنا. وقعوا طبعا في الامتحان وتذمروا ماذا نشرب، وصرخ كعادته موسى إلى الرب، فأراه شجرة فطرحها في ماء مارة اللي هي عين المية المرة دي. والشجرة قلنا رمز للصليب اللي بينزع مرارة الخطية ومرارة الحزن ويرجع المية حلو. برضو فكرة العطش اللي جات بعد المعمودية بتاعتهم بتورينا حقيقة إنه لو واحد داخل على الإيمان جديد يجوز يبقى فرحان قوي في الأول وحاسس بربنا وشايف ربنا وبيدوق التغيير الجذري اللي حصل في سر المعمودية والميرون. إنما الحياة الروحية مش بتمشي كلها كده في سعادة وبهجة، لا، بيتخبط ويدخل على مراحل فيها فتور. غياب المية دي زي واحد مش متعزي، واحد أرض بلا ماء، يعني ناقصه فرح ونقص راحة. وده بيحصل معانا ساعات، انت تكون مثلا في خلوة طويلة او بعد قداس وفرحان بربنا او دقت ربنا في شبه معجزة يعني، وبعدين تدخل على مرحلة فيها فتور فتتضايق، تقول ده انا كنت لسه طاير من السعادة وحاسس بيه، ايه اللي جرى لي يعني؟ ليه مش عارف اصلي؟ ليه مش حاسس بالمية؟ مية هنا رمز للامتلاء بالروح القدس. ربنا بيسمح بالحاجات دي عشان يدوقك خبرة جديدة ويعرفك انك لسه محتاج تصلي ولسه محتاج تصرخ، ولازم تتضع وتصغر في نفسك، ما تبقاش شايف روحك بعد انجاز روحي انك انت يعني خلاص كده، يا ما هنا يا ما هناك يعني، لا انت على قدك برضه. ولما الواحد بيضعف كده بيكتشف قد ايه محتاج ربنا، وانه مش هتفضل الحكاية كلها انجازات وانتصارات. وبعد ما عمل حركة الشجرة والمية والمية بقت عذبة والناس بقى قعدت تشرب براحتها وفرحوا ولقوا حل جديد من نوع جديد. كل مرة كانت العصاية بتشتغل، دلوقتي لقوا ايه؟ حتى لو من غير عصاية اهي الشجرة تنفع تبقى عصاية. ففهموا ان العصاية مش في ذاتها بس، هي فكرة الصليب، فكرة الموت، فكرة ايد موسى النبي اللي بياخد الامر الالهي وينفذ. وهنا احكي لكم حكاية حصلت في زمن احد القديسين، يعني انه يعني راحوا ناس عندهم حاله كده عليها ارواح شريره، وراحوا للبطرك يقولوا له ايه يعني خرج من الروح، فقال لهم انا ملياش في اخراج الشياطين، روحوا للانبا فلان. راحوا استدعوا الاسقف الفلاني، غالبا انبا سربمون ابو طرح، وقالوا له سيدنا بيقول لك خرج الشيطان، قال لهم مش هعرف اخرجه، هاتوا لي صليب سيدنا. هو ايه استكتر ان قداسة البابا هو اللي يقول له انت اللي تخرج الشيطان يعني، فايه مسك صليب البابا وصلى بيه عشان ينسب الفضل لقداسة البابا. عاوز اقول هو يعني في الاخر اي صليب، لانه اي علامة صليب، بس يا ترى الايد اللي شايلة الصليب شكلها ايه؟ الايمان اللي ورا الصليب ايه؟ فالشجرة كنا اشتغلت مرة والعصاية مرة إشارة إلى المعنى نفسه، الإيمان. الإيمان بقوة الصليب والثقة في وعود ربنا وقوة الصلاة أو الصراخ لربنا هي اللي بتحل كل المشاكل. وبعدين ربنا قال إيه؟ قال إن كنت تسمع لصوت الرب إلهك وتصنع الحق في عينيه وتصغي إلى وصاياه وتحفظ جميع فرائده فمرضا ما مما وضعته على المصريين لا أضع عليك.
طب ليه قال لهم مرض من بتوع المصريين؟ أصل هم شافوا، لما شافوا بعينهم البثور والدمامل، وشافوا ضربة البرد والظلام، كانوا دايما يقولوا يا رب احمينا، يعني الخوف خدهم العبرانيين دول، فقال لهم شفتوا التأديبات والعقابات، إياكوا تمشوا زيهم وتعبدوا أوثان لحسن يحصل لكم زيهم. أحيانا ربنا يورينا حاجات صعبة في ناس مش فينا، تجارب شديدة، وبعدين يقول لنا إيه؟ ها خلوا بالكم حاسبوا، زي اللي قاله ربنا يسوع لما قال إن لم تتوبوا جميعكم كذلك تهلكون، لما كانوا بيحكولوا على ناس خلط بيلاطس دمهم بذبايحهم، قال لهم أنتوا فاكرين دول أوحش ناس؟ كلا أقول لكم بل إن لم تتوبوا جميعكم كذلك تهلكون. لما بتشوف أحداث صعبة مع حد قول يا رب ارحمه وارحمني، ليكون الدور علي، أنا كمان استاهل العقاب ده. وتحفظ جميع فرائده، فمرضا ما مما وضعته على المصريين لا أضع عليك، فإني أنا الرب شافيك. وهنا أنا الرب شافيك، البعض ممكن يفهمها أنه بسبب قلة المية قبلها بيومين ابتدى المرض يمشي في جلدهم مثلا، وبعدين لقوا المية العذبة والحكاية اتحلت. لكن كمان معناها طول ما أنا معاك أنا شافيك ومانع عنك المرض كمان. يعني الشفاء مش بس لما يبقى فيه مرض، أنا شافيك يعني مانع عنك أمراض كتير، حايش عنك تجارب أنت مش قدها. فكلمة أنا الرب وشافيك دي تناسب المريض وتناسب الصحيح، لأنها اتقالت هنا يبدو ما كانوش عيانين، لكن كلمة أنا الرب وشافيك يعني أنا سر الشفاء كده كده، عيان أنا شفيك مش عيان أنا حميك. ثم جاءوا إلى إليم، وهناك 12 عين ماء و70 نخلة، فنزلوا هناك عند الماء. أباء الكنيسة اللي يفسروا يحبوا الأرقام عموما، فلما يلاقوا 12 و70 ما يعدوهاش. إيه 12 و70؟ مخكوا يروح في إيه؟ تبان 12 دي تلميذ بقى و70 دي رسول، لأنها مش مصادفة إن هم بعد المعمودية، بعد عبور البحر، وبعد ما شربوا مية عذبة بمعجزة، يبقى ربنا يحطهم في حتة كده يعسكروا فيها بقى إيه؟ ماء مستقر، 12 عين مية، مية حلو، وجنبها 70 نخلة، يعني هياكلوا ويشربوا بقى إيه؟ بعز بقى، براحتهم خالص. إيه فكرة إن إحنا بنرتوي بنعمة ربنا من خلال 12 تلميذ و70 رسول؟ ايه الفكرة؟ الانجيل يقول لنا مبنيين على اساس الرسل، مبنيين على اساس الرسل، عشان كده اسمنا كنيسة رسولية. يعني ايه كنيسة رسولية؟ يعني الاساس كله ربنا يسوع، وفوق منه اول طبقة على طول الاباء الرسل. ما هم مين اللي سلمونا الايمان؟ ما هم ال 12 وال70، يعني واحد من ال70 ماري مرقس اللي جه مصر، فاحنا مبنيين على اساس الرسل. هو احنا كنا نقدر نقعد كده لو ماري مرقس ما كانش جه بلادنا؟ فاحنا يعني ايه نديم بالعرفان للقديس ماري مرقس اللي هو واحد من ال70 رسول اللي رسمهم المسيح، كانه نخله يعني بنتغذى عليه، وال 12 تلميذ يمكن فوق ال70 كمان او قبلهم. فحكاية ال 12 عين مية مع ال70 نخلة إشارة إلى ما سيحدث في العهد الجديد. ربنا عليه شغلة كبيرة قوي اللي هي إيه؟ الفصح نفسه، الفداء، العبور بتاع الدم، عبور البحر بعد كده من الموت للحياة، دي معجزة بقى، ده شغل الصليب. لكن ما هو بعد ذلك؟ ربنا هيتعامل بالإمكانيات البشرية، وعشان كده قال له يا بطرس انت بطرس وعلى هذه الصخرة ابني كنيستي. فواحد يقول لك ازاي يقول لانسان كده مش هو الاساس؟ ايوه المسيح هو الاساس، بس بطرس فوق منه، وفوق بطرس تتولد كنايس، وهكذا يوحنا، وهكذا توما، وهكذا مرقس، تتولد كل الكنايس مبنية على اساس المسيح تحت حجر الزاوية وطبقات الرسل دي ايه اللي قمنا عليه. عشان كده احنا ككنيسة رسولية تؤمن بالتقليد. تقليد يعني ايه؟ يعني ما تسلمناه من الجيل الاول الرسولي حتى الغير مكتوب في الانجيل. لكن لئلا يضطرب البعض ويقول الله طب احنا بنقول الانجيل بس هو الاساس، نقول له لا، الانجيل والتقليد وما فيش تعارض بينهم.
يعني الإنجيل ما بيقولش حاجة ضد التقليد، ولا التقليد يقول حاجة ضد الإنجيل. لكن مثلا بعد ما كان يحدث مثلا في الأسرار، يجوز مش واضح بالتفصيل في الأناجيل أو في كتابات العهد الجديد، لكن واضح في التقليد. الأصوام اللي حددتها الكنيسة مش معلنة بشكل صريح، موجود فكرة الصوم موعظة على الجبل وفي صيامات سفر الأعمال، لكن تقنين الصوم إن الشعب كله يصوم، طب ما ده جه في التقليد في الدسقولية في أقوال الآباء الرسل. فإحنا مبنيين على أساس الرسل، لأن بعض الناس تقول لك لا إحنا مبنيين على المسيح بس، طب ما هو المسيح نفسه بروحه قال مبنيين على أساس الرسل، وقال لبطرس هبني كنيستي على صخرة إيمانك. يبقى الآباء الرسل دول المسيح سلمهم بدايات الكنيسة وهم هيكملوا، والروح القدس العامل فيهم يحميهم من الانحراف. كمان فكرة المية إشارة للروح القدس، فاتناشر عين مية أصبحوا الآباء التلاميذ الأوائل دول ينابيع الماء الحي اللي أصله المسيح، بس هم واخدين من ربنا وبيكبوا على الناس. لما تبصوا مثلا يوم الخمسين، يوم عيد الخمسين، يوم ما وقف بطرس يوعظ، إيه اللي حصل؟ امتلأوا بالروح القدس، وعلى آخر الإصحاح حصل إيه؟ كذا ألف واحد أمنوا أم عمدوهم. يبقى هم نفسهم أصبحوا ينابيع مية، بس المية بتاعتهم اللي ماشية فيهم دي مش مية بشرية، ده عمل الروح القدس فيهم اللي منه يصب على الكنيسة. عشان كده تلاحظوا في مزمور محبوب في صلاة الثالثة يقول مجاري الأنهار تفرح مدينة الله. إيه مجاري الأنهار؟ تلاقي واحد من القديسيون يقول مجاري الأنهار دي الرسل. يعني إيه؟ دول واخدين من النهر الكبير الينبوع اللي هو المسيح وبيكبوا علينا كلنا. فإحنا خدنا عن تعليم الآباء، ومثلهم كل الآباء إلى هذه اللحظة. يعني إيه؟ آباء الكنيسة الكهنوت اللي في الكنيسة هم مجاري الأنهار، يمتلئوا بالروح القدس ويفيضوا علينا ويغزونا، لأن إحنا يمكن مبتدئين مش عارفين نشرب كويس. فذكر الاتناشر والسبعين تأكيد على فكرة قيمة الرسل في بناء الكنيسة. النخلة بالمناسبة فيها ميزة جميلة. أولا النخلة تاخد عمر طويل عشان تطلع، ففكرة عشان الواحد يبقى نخلة يعني ما يستعجلش. الحياة الروحية ما تجيش في أسبوع ولا سنة، عاوزة سنين عشان تنضج وتبقى في ثمر في بلح. الموضوع ما بيجيش بالسهل، عاوزة تلمذة طويلة وعاوزة حياة مقدسة طويلة تقوم بعد كده تعرف تغذي غيرك. النخلة فيها ميزة كمان، انها لو طفل رمى طوبة يعني يوقع بلح، يعني ايه؟ لو حد ضربها ترد عليه بالخير، ما عندهاش شر. ما شفناش نخلة ايه بتضرب طوب يعني. فهنا لما يقول الصديق كالنخلة يزهو، تشبيه النخلة انه متسامي عينه في السماء وانه خير، خير لأي حد. ممكن البلح يقع لوحده، ولو حد شده هيقع، ولو حد رمى عليه طوب هينزل بلح، لأنه خير، ما عندوش غير الخير يقدمه، ما عندوش طبيعة تانية جواه فيها شر مثلا يعمله مع حد. جاءوا إلى إليم وهناك 12 عين ماء و70 نخلة، فنزلوا هناك عند الماء. طبعا هم محبب عليهم يقعدوا يشربوا ياكلوا خلاص، بس لا احنا في رحلة فلازم هنكمل. ثم ارتحلوا من إليم، وأتى كل جماعة بني إسرائيل إلى برية سين التي بين إليم وسيناء في اليوم الخامس عشر من الشهر الثاني بعد خروجهم من أرض مصر. يعني ما لحقناش، احنا في تاني شهر لسه، فاحنا ماشيين على مهلنا، يعني دي 40 سنة، فاحنا في تاني شهر. فتذمر كل جماعة بني إسرائيل على موسى وهارون في البرية. هتلاحظوا كلمة تذمر دي بتتكرر كتير قوي، عند البحر تذمروا وعند المية تذمروا، وهنا لما بس ارتحلوا خطوتين تذمروا. وقال لهما بنو إسرائيل ليتنا متنا بيد الرب في أرض مصر، إذ كنا جالسين عند قدور اللحم نأكل خبزا للشبع، فإنكما أخرجتمانا إلى هذا القفر لكي تميت كل هذا الجمهور بالجوع. أكثر من مرة نعلق على التذمر، بس ربنا يدينا نعمة نطلع حتى من سفر الخروج بالتدريب ده، بس ان احنا نقضي عمرنا شاكرين مسبحين.
ونخاف قوي من التذمر، أي تذمر يغضب الله، لأن التذمر معناه يعني أنت ما شفتش كل اللي ربنا عمله معاك، وبس شفت العيب اللي عندك أو المشكلة ونسيت كل الخير. ليه كده؟ طبعا لازم يصعب على ربنا بعد ما يعمل معهم ده كله يتذمر. وبعدين شفنا كل مرة تذمر موسى النبي يصلي ويصرخ وتتحل، يعني بدل ما تتذمر ما تصلي، بدل ما تشكي وتقفف روح اجري على ربنا وقول له ماليش غيرك، انت حليت المشاكل قبل كده حل النهاردة كمان. وبعدين لما يتذمروا يطلع الكلام مش منطقي، لأن هم دول كانوا ناس شحاتين غلبانين، فيقولوا كنا عند قدور اللحم نأكل للشبع. شبع ايه؟ ولا شفت روحة الشبع قبل كده؟ وقدور اللحم ما كانوش بتاكلوا لحمة ولا حاجة، ده كانوا غلابة بيموتوا من الجوع من كتر الذل، ومع هذا يتذمروا. فتلاحظوا مع التذمر في نوع من الكبرياء، ان الواحد زي ايه بيقول انا ما استاهلش اللي بيحصل لي ده. بصراحة انت تستاهل، لو كنا هنقول بتستاهل، لا هو الشعب ده يستاهل التأديب على كل الجحود يعني، ومع هذا ربنا حنين. فالإنسان المتواضع لما الدنيا ما تمشيش معاه يقول في باله أشكرك أنا استاهل التأديب، إن كنت بتأدبني أدبني بس إلى الموت لا تسلمني، أدبني يا رب بس إيه خليك حنين علي، أدبني بس لا بغضبك ولا بسخطك تؤدبني، ارحمني أنا ضعيف. يبقى الواحد قابل من ربنا أي تأديب وغير معترض وغير متذمر ومقتنع أنه يستاهل، وماله لما تأدبني يا رب لأنه أنا محتاج، أو بمعنى تاني امتحني زي ما بيقولها في المزمور داود النبي، امتحني لو عاوز تمتحني، بس إيه لو لقيت حاجة غلط شيلها لأن أنا يمكن ما أعرفش أشيلها. يقول اختبرني يا إلهي وامتحني وانظر إن كان في طريقا باطلا اهديني طريقا أبديا، يعني لو لقيت حاجة غلط شيلها أنت لأن أنا يمكن ما أعرفش أشيلها. الإنسان المتواضع يبقى مسلم كل حاجة لربنا، يجي مرض وماله خير، وتيجي مشكلة حل كله حل، ويجي بركة من السماء جميل ويشكر على البركة، وتيجي خسارة جميل، يجي مكسب جميل، كله بالنسبة له حلم. يعني لما تيجي حاجة حلوة يقول أنا ما استاهلش الخير ده كله، ولما تيجي حاجة وحشة يقول أنا استاهل التأديب. فيبقى كده متواضع ومريح لأنه قابل كل حاجة من إيد ربنا عكس اليهود هنا. فقال الرب لموسى، طبعا موسى عيني مزنوق بين الاثنين، بين ربنا وبين الشعب، شعبه متعب جدا وغليظ الرقبة وما بيعجبوش العجب، وربنا طيب كل ما يتذمروا زي اللي يصعب عليه موسى فيستجيب من أجل موسى بس، لأنه عارف أن الشعب ده هيفضل كده على طول، يعني ربنا بسابق علمه شايف أن الناس دي مش هتتعدل. ممكن واحد يسأل إذا كان عارف من أول يوم أن هم هيفضلوا على كده لغاية آخر الأربعين سنة، طب ما كان غرقوا في البحر ووفر على نفسه مجهود. لا، ربنا مش بيوفر مجهود، ربنا رحمته واسعة وبيدي فرص بلا عدد. وعشان كده ما تفتكروش ان احنا عايشين ده معناه ان احنا كويسين، لا ده ما احنا كنا عايشين معناها ان ربنا عمال يدي فرص جديدة لعلنا نتوب. تعبير المراسي يقول من مراحم الرب اننا لم نفنى، من مراحم الرب اننا لم نفنى، مراحم جديدة كل صباح، كثيرة امانتك. فهنا كل شوية يديهم فرصة، وإن كان عارف بسابق علمه كل ده هيضيعه، لكن كمان من أجل موسى حبيبه بيسمعه. فقال الرب لموسى ها أنا أمطر لكم خبزا من السماء. هم جاعوا بعد ما سابوا البلح شويتين كده، ابتدوا يجوعوا تاني ويقولوا فين قدور اللحم. فقال له بص بقى موسى أعمل لكم حاجة ما تتصوروهاش، هنزل لكم أكل من السماء ما حصلتش ومش هتحصل تاني. طبعا موسى نفسه تعجب، يعني فكرة شجرة يحطها في المية المية تتعدل طعمها ماشي، وبعدين توصلنا بالسلامة 12 عين مية و70 نخلة نقعد وناكل كويس، لكن هنقعد ناكل على أكل عاملينه الملائكة وهم يطبخوا وإحنا ناكل؟ سموه في المزمور كده خبز الملائكة، سموه كده. فموسى ما كانش مصدق، يعني إيه
يعني ايه الشعب ده كله هياكل اكل نازل من السماء، هينزل ازاي؟ طيب فيخرج الشعب ويلتقطون حاجة اليوم بيومها. قال له بس انا مش طالب غير حاجة واحدة بس، هناكل اكلة يوم بيوم، ينفع؟ يعني مش عاوزين ايه البخل والاستخسار والتخزين وشغل الناس البخيلة دي، انا خير كتير، بدل قلت هتاكله النهاردة يبقى هتاكله بكرة وهتاكله بعده. ما هو برضو ده امتحان ايمان. ليه؟ ما هو اللي منهم مش ضامن بكرة هيحوش اكلة بكرة، وده اللي هيعملوه كله. ليه؟ لان مع ده كله ما عندهمش ايمان، فاول ما هيلاقوا المن هيمسكوا فيه ويقعدوا يحوشوا بشراهة، يقول لك عشان يكفينا بكرة. يا سيدي ربنا بيقول بكرة الملائكة هتنزل برضه الأكل جاي. لا ونضمن اش ضمني بعد كل اللي حصل؟ لسه بتشك؟ يعني عديت في البحر وشربت من الصخرة والمية العذبة طالعة بعد مية مرة، وكل خطوة محسوبة، وتفضل تقول أنا عارف بكرة يحصل إيه، نشوف هيعملوا إيه. يخرج الشعب يلتقطون حاجة اليوم بيومها، عشان يعلمهم مبدأ الكفاف. يعني إيه؟ خد لقمتك واشكر، كل واشكر وبكرة تاكل تاني. لكي أمتحنهم، وربنا نفسه بيقول كده، أيسلكون في ناموسي أم لا؟ ده أنت لسه رب ما اديتهمش ناموس، ده هو لسه هيديهم الشريعة، لكن شوية الاتفاقات الأولية دي، اتفاق الفصح واتفاق ما ترجعوش تاني مصر وتبعدوا عن الوثنية، فقال لهم على شوية الاتفاقات دي عاوز أشوف هتسمعوني ولا لأ، فهجرب في حاجة بسيطة، بقول لكم أكلة يوم بيوم. ويكون في اليوم السادس أنهم يهيئون ما يجيئون به فيكون ضعف ما يلتقطون يوما فيهم. لأن واحد ممكن يتفلسف يقول له لا أنت استنى يا رب، أنت زنقتنا، أنت بتقول ما تحوشوش لبكرة وتلقطوا أكلة يوم بيوم، وعندنا السبت قايل لنا ما نشتغلش ما نلقطش حاجة. قال له طب يا سيدي يوم السادس الجمعة لم لتاني يوم مش هيحصل لك حاجة، ده اليوم المسموح بيه عشان السبت تفضلي وما تقولش أنا طالع ألم من، اقعد بس صلي. فقال موسى وهارون لجميع بني إسرائيل في المساء تعلمون أن الرب أخرجكم من أرض مصر. وهم مش عارفين، ده ما فاتش شهرين لحقوا ينسوا، بس شوفوا التعبير، قال لهم النهاردة بعد الظهر بالليل هتعرفوا أن ربنا اللي خرجكم من مصر. الواحد يستغرب، معقول لحقوا ينسوا؟ مش هم اللي كانوا شايفين بعينيهم؟ إيه الجديد يعني؟ إزاي تقول كده يا موسى؟ بس هي دي الحقيقة. يبقى الواحد تحصل له معجزة وبعد شوية يقول ما يمكن ما كانتش معجزة، صدفة. صدفة يعني لما ربنا أنت صرخت وطلبت وربنا استجاب، دلوقتي بقت صدفة. تعلمون أن الرب أخرجكم من أرض مصر، وفي الصباح ترون مجد الرب لاستماعه تذمركم على الرب. وأما نحن فماذا حتى تتذمروا علينا؟ يعني موسى عيني فاض به، قال لهم أنا ذنبي إيه طيب؟ أنا كل خطوة تزعقوا فيا وتقولوا لي نرجع وأنت اللي طلعتنا نموت، أنا مالي أنا وهارون، إحنا بنسمع الكلام وخلاص. وقال موسى ذلك بأن الرب يعطيكم في المساء لحما كمان لتأكلوا وفي الصباح خبزا لتشبعوا لاستماع الرب تذمركم الذي تتذمرون عليه. موسى بقى ده جميل قوي، ده زي الطفل بيصدق كل كلمة فعلا وما بيتشككش، فرايح بمنتهى الجرأة يقول لهم على فكرة بقى ربنا عزمكم على لحمة بعد الظهر، وعزمكم الصبح على فطير مشلتت، وعمل لكم أكلة ما تحلموش بيها، وبيتكلم بمنتهى الثقة لأنه هو عنده ثقة في إلهه، مع أنه لسه ما شافش، خلي بالكم هو لسه ما شافش بعينه حاجة، بس موسى ما بيشكش اللي ربنا بيقوله لازم هيحصل. من ساعة ما قال لهم قفوا وانظروا خلاص الرب، هو ما كانش شايف حاجة بس هو متأكد ربنا قال له ما تخافش، خلاص يبقى ما هنشوف حاجة. الرب يعطيكم في المساء لحما لتأكلوا في الصباح خبزا لتشبعوا لاستماع الرب تذمركم الذي تتذمرون عليه. وأما نحن فماذا؟ ليس علينا تذمركم بل على الرب. يعني حسبوا تغلطوا في ربنا، يعني أنتوا بتغيظوا ربنا ليه؟ عمالين تتذمروا عليه ليه؟ أولا تتذمروا علينا، احنا مش في ايدينا حاجة، احنا بننفذ الأوامر والمفروض كلها لصالحكم، لكن تذمركم على ربنا.
وقال موسى لهارون قل لكل جماعة بني إسرائيل اقتربوا إلي أمام الرب لأنه قد سمع تذمركم. زي اللي وقفهم وجمعهم عشان يوعدهم، عشان زي يصلوا ويديهم وعد. فحدث إذ كان هارون يكلم كل جماعة بني إسرائيل أنهم التفتوا نحو البرية وإذا مجد الرب قد ظهر في السحاب. شوفوا قد إيه ربنا باله طويل وبيتعامل بشكل ظاهري. عمود السحاب كان شكله بعد قوي مش دريانين بيه. فلما ربنا قال لهارون جمع لي كل الناس عشان نقول لهم الخبر الحلو، لقوا السحاب، عمود السحاب بيقرب عشان يكلمهم. زي ربنا ايه هيوعد دلوقتي بحكاية المن، وده ايه حدث تاريخي يعني. فكلم الرب موسى قائلا سمعت تذمر بني إسرائيل، كلمهم قائلا في العشية تأكلون لحما وفي الصباح تشبعون خبزا وتعلمون أني أنا الرب إلهكم. الكلمتين اللي قالهم موسى راح ربنا قالهم بالظبط، كأن ربنا بيختم على اللي يقوله موسى. يعني ما جاتش سيرة اللحمة قبل كده، بس بما أن موسى عرض يعني من جيب ربنا لحمة خلاص ومال اللي تشوفه يا موسى، يبقى تاكلوا لحمة بعد بالليل أو بعد الظهر والصبح تاكلوا العيش. وتعلمون أني أنا الرب إلهكم. فكان في المساء، طب هيجيب لحمة ازاي؟ دول صحرا ودول أعداد مهولة 600,000 عيلة. فكان في المساء أن السلوى، السلوى دي زي الحمام اللي يعني بعض أنواع الحمام كده اللي يطير مسافات بعيدة أو صعدت وغطت المحلة، يعني زي اللي ابتدت تقع من السفر الطويل بقوا بيقعوا من التعب الطيور دي كلها. وغطت المحلة يعني بقى حوالين المعسكر ده، ربنا حسب حتى مش بيقعوا جوه المعسكر، عملوا دايرة كده اكوام اكوام من الطيور اللي وقع لوحدها كده يمسكوها يذبحوها وياكلوا. وفي الصباح كان سقيط الندى حوالي المحل، يعني على الصبح جاء الندى الخفيف كده، هما بقى موعودين الصبح هيلاقوا اكل، هيلاقوا عيش او حاجة تتاكل كده يعني، فطلعوا بدري. فبعد الندى لقوا ايه؟ لما ارتفع سقيط الندى إذا على وجه البرية شيء دقيق مثل قشور، دقيق كالجليد على الأرض، حاجات بيضة كده صغيرة. فلما رأى بنو إسرائيل قالوا بعضهم لبعض من هو؟ العربي والعبري قريبين لبعض، فكلمة من دي أو ما قريبة لمن، فكل واحد بيقول للتاني إيه ده؟ إيه ده؟ في العبري تطلع من، فهي من ساعتها خدت لقب المن. المن هو كان تساؤل في الأصل، إيه ده؟ لأن هما نفسهم مش عارفين ده إيه ده؟ ده يتاكل ده ولا ما يتاكلش؟ ده مش ندى عادي بس حاجة شبه الندى، مطرح الندى بس حاجة ممكن تتاكل. لأنهم لم يعرفوا ما هو، فقال له موسى هو الخبز الذي أعطاكم الرب لتأكله، هذا هو الشيء الذي أمر به الرب، التقطوا منه كل واحد على حسب أكله. كل واحد يغرف وياخد اللي هو عاوز، كميات اللي تشبعك خدها. عمرا للرأس على عدد نفوسكم، العمر ده يعني زي وإيه يعني مكيال يعني، على عدد نفوسكم تأخذون كل واحد للذين في خيمته. المن ده عامل زي إيه؟ الفطير اللي يعني فيه عسل، حاجة زي الرقاق بالعسل كده، حاجة طعمها حلو، تجمع ما بين ان فيها طعم العيش على طعم حاجة مسكرة، وبعدين كونها مفرتتة كده ممكن تطبخ يعني، ممكن يعملوا منها كذا حاجة ينوعوا يعني، عشان دول بيزهقوا بسرعة. ففعل بنو إسرائيل هكذا والتقطوا بين مكثر ومقلل. يعني في اللي ايه ما صدق فجعان فقعد ياخد ياخد ياخد، يمكن ما شبعوش الحكاية، والتاني مقلل يجوز حاسس انه يعني انا مش عارف احتاج ايه طول اليوم، فخد له بس كده قد كفه وخلاص. ولما كالوا بالعمر يعني ابتدوا بالمكيال يكيلوا يعني، لم يفضل المكثر والمقلل لم ينقص. يعني ايه؟ الغريب اللي خد عشان نفسه حتى لو جمع كتير زي شبع وخلص، واللي خد قليل برضه شبع ومحتاجش. فالمن ده في سر، ليه؟ القليل منه يشبع والكتير منه ما يفطش،
فواضح ان المن ده ايه، حاجه صحيه ده ولا ايه؟ يعني فاهم لوحده، يعني الموضوع مش مكاييل وخلاص. المكثر لم يفضل عنه والمقلل لم ينقص عنه. طبعا كل دي معاني. ليه؟ شغل ربنا كده. زي مثلا واحد يجي في التناول يقول ايه، ابونا اداني حته صغيره. يا ابني هي بالحته الصغيره والكبيره ده هي لمسه واحده لجسد المسيح تديك حياه ابديه، لكن يبقى الواحد بيفكرها بطريقه يعني ماديه شويه. كانوا قد التقطوا كل واحد على حسب أكله، وقال له موسى لا يبقي أحد منه إلى الصباح. الاتفاق إيه؟ أكلة يومك يلتقطون حاجة اليوم بيومها، ده الاتفاق. يعني إن شاء الله تأكل 5 كيلو من المهم ما تبقيش لتاني يوم، عشان تاني يوم تطلع تلقط تاني تشتغل تاني. وفكرة إنك كل يوم تطلع يعني تدور على ربنا فتأكل أكل ربنا، ما تعيش على وعظة كل أسبوع، ما تعيش على آية كل شهر، لا اطلع يوم بيوم خد المن غذي روحك يعني. لكنهم لم يسمعوا لموسى، أغلب الناس ما بيسمعوش موسى طبعا. بل أبقى منه أناس إلى الصباح فتولد فيه دود وأنتن. يعني إيه؟ بعد ما كان ريحته حلوة بقت ريحته وحشة، وما يتكلش تاني يوم. ايه ما يتكلش تاني يوم؟ ما يقعدش لتاني يوم. ليه؟ لان تاني يوم معناه انت كسرت الايمان، انت شكيت ان ربنا هينزل تاني يوم، وبدون ايمان لا يمكن ارضائه، فما يتكلش. بعض الاباء فسروها ايه؟ اللي ياخد كلام ربنا يركنه ما يعملوش، يبقى ملوش طعم ملوش فايدة خلاص. كلام ربنا تاخده تعيشه تعمله اول باول، لكن تركنه تقول بكرة أنفذ الكلام ده، لا بكرة ما يتنفذ. ده زي المن، لو ما كنتش تاخد الكلام وتعمله على طول يبقى أنت كده بتبني على رمل، زي ما المسيح قال شوية هوا شوية مطر يوقعوا البيت اللي مبني على الرمل. لم يسمعوا لموسى بل أبقى منه أناس إلى الصباح فتولد فيه دود وأنت فسخط عليهم موسى. موسى زعل بقى، ما بتسمعوش الكلام أبداً؟ ما قلنا ما تحوشوش، خليتوا المحلة كلها دود وكلها ريحة وحشة، بقت الحاجة الحلوة تتحول في حياتنا الحاجة وحشة. زي برضو صبوا الآباء، عدم الإيمان يجعل الإفخارستية اللي هي جسد المسيح ودمه، احنا لسه هنحكي دلوقتي ازاي المن إشارة للمسيح نفسه، يتحول إلى دينونة عليك لو ما كنتش مصدق إنه جسد حقيقي ودم حقيقي. فلأنهم ما أمنوش إنه ده يكفي يوم بيوم، بسبب عدم الإيمان أنتن أو صار في دود، فكأنه الجسد المحيي اللي احنا بناخده ده اللي يديك غفران ويديك حياة أبدية، لو تقدمت إليه بدون استحقاق يعني بدون إيمان بشك إن ده أكل عادي تتعامل معاه عادي كده، يتحول إلى دينونة عليك. يأكل جسد ابن الإنسان ويشرب دمه بدون استحقاق يكون مجرما في جسد الرب ودمه، يأخذ بدون استحقاق يأخذ دينونة لنفسه. سخط عليهم موسى وكانوا يلتقطون صباحا فصباح، تعلموا الأدب بقى، كل واحد على حسب أكله. وإذا حميت الشمس كان يذوب، يعني إيه؟ مثلا 5-6 الصبح، عقبال على 7-8 الشمس تشد حيلها، ده زيه زي الندى يعني ما يقعدش. طب إيه المعنى؟ المعنى قالوا الآباء كان عاوز يصحيهم بدري عشان يصلوا. الذين يبكرون إلي يجدونني، يعني يقول اصحوا مع الشمس، زي ما الشمس بتقول صباح الخير يا رب، تصحوا تقولوا صباح الخير يا رب، تقولوا كتر خيرك يا رب على نور جديد وعمر جديد، فما ينفعش تناموا. عشان كده جت صلاة باكر دي مفروض تبدأ بها اليوم وكأنك تلتقط المن. معنى ده جميل، لما تصلوا باكر بدري افتكروا المعنى ده، انك انت بتلحق قبل ما الشمس تسيحك. يعني لو ملحقتش تصلي في أول النهار كأن اليوم اتسرق منك، كأن اليوم ده مفهوش أكل خلاص، مفلس فقير. لكن لو صحيت بدري وصليت كويس يبقى اليوم ده فيه بركة، لحقت تجمع شوية من كده يغذوك ويشبعوك طول اليوم، فما تسيبش أول النهار يهرب منك. ثم كان في اليوم السادس أنهم التقطوا خبزا مضاعفا، عمرين للواحد، العمر ده مكيال، يعني عملوا حساب وجبة تاني يوم.
طيب ما هو لازم هيدود مش كده؟ لا بقى هو اتفاق بقى، فبقول لكم المن ده صح، المن ده فاهم، فبيبقى عارف ان النهارده الجمعه، فبدل عارف النهارده الجمعه ما يحصلوش حاجه. فجاء كل رؤساء الجماعه واخبروا موسى، فقال لهم هذا ما قال الرب. موسى ملوش دعوه. لما جم الناس تجري تقول له يا موسى في ناس محوشه لبكره، ايه النظام؟ قال لهم هو ربنا اللي قال، مش النهارده اليوم السادس، يبقى كده مش غلط، اللي فات كان غلط لان ربنا قال ما تحوشوش تاني يوم، المره دي لا في الجمعه في السادس، لا خزنوا. غدا عطله سبت مقدس للرب، اخبزوا ما تخبزون، اطبخوا ما تطبخون، وكل ما فضل دعوه عندكم ليحفظ الى الغد. فوضعوه الى الغد كما امر موسى، فلم ينتن ولا صار فيه دود. يبقى هذا المن العجيب، سامع كل الاوامر وبينفذها. النهارده للخزين يخزن، الكتير يكفي والقليل يكفي، كله بيكفي ولا يفضل عنه شيء. يبقى واضح ان هذا المن فيه سر، ده مش مجرد اكل عادي. فقال موسى كلوه اليوم لان للرب اليوم سبتا، يعني في السبت بقى حتى ربنا مش عاوزكم تروحوا وتيجوا وتشيلوا، عاوزكم تقعدوا بس ايه تتغذوا وتاكلوا وتشبعوا. اليوم لا تجدونه في الحقل، ستة ايام تلتقطونه، واما اليوم السابع ففيه سبت لا يوجد فيه. طبعا ده جزء من تشجيعهم على الالتزام بعقيدة السبت او بطقس السبت، عشان يبقى اذكر يوم السبت لتقدسه عملا ما لا تعمل فيه، فهو بيشجعهم على الالتزام. وحدث في اليوم السابع ان بعض الشعب خرجوا ليلتقطوا. الواحد بيستوعب ما بيفهموش ولا ايه؟ يعني كلام واضح، دلوقتي حوشتوا من والمن قاعد للسبت، وحتى بعض الشيوخ الافاضل راحوا قلقانين ليكون التخزين للسبت ده مش مظبوط، فموسى قال لهم لا ربنا اللي قال ما تخافوش، ولو انه بيقعد ما بيحصلوش اللي حصل في اول يوم. انما في ناس تفاصل كده، يعني طالعين يوم السبت برضه عاوزين احتياطي، يمكن يكون فريش كده وحاجه بتاعت يومها. فلم يجدوا. فقال الرب لموسى الى متى تأبون ان تحفظوا وصاياي وشرائعي؟ مفيش كلمه يا موسى بقولها الا بيطلعوا منها يمين وشمال. اقول ما تخزنوش يخزنوا، اقول خزنوا اليوم السبت يستكتروا ويتسالوا، اقول ما تطلعوش السبت يطلعوا السبت. طب اقول لكم ايه تاني؟ دلوقتي دي هديه، يعني ده كلام من ده ما دفعتوش ثمنه، ليه بتعملوا كده؟ الى متى تأبون ان تحفظوا وصاياي وشرائعي؟ انظروا ان الرب اعطاكم السبت، لذلك هو يعطيكم في يوم السادس، في اليوم السادس خبز يومين. ده بيشرحها تاني لحسن يكون حد ما فهمش. بما ان ربنا ادانا عطيه السبت، ادانا بقى المن يغطي اليوم اللي قبله يوم السبت. اجلسوا كل واحد في مكانه، لا يخرج احد من مكانه في اليوم السابع. فاستراح الشعب في اليوم السابع، ودعا بيت اسرائيل اسمه منان، وهو كبذر الكزبرة ابيض وطعمه كرقاق بعسل. تعالوا ننقل بقى على المعنى العميق للقصة دي. كلكم عارفين ان ربنا يسوع له المجد بنفسه هو اللي ناقش موضوع المن، يعني هنا حتى ايه مش حد من اباء الكنيسة، لا عندنا في يوحنا 6 اصحاح طويل حوالين موضوع المن. لما المسيح أكل الناس الخمس خبزات والسمكتين، اليوم ده كان بالنسبة لليهود إيه؟ قالوا لا لا ده مش شخص عادي، ده أكيد النبي النبي اللي قال عليه موسى النبي، لأن موسى النبي قال هيجي واحد بعينه، هو ده بقى اللي لازم تسمعه كلامه، واللي مش هيسمع كلامه هيهلك. فابتدوا يمشوا وراه. تاني يوم لما ماشيين وراه قال لهم أنتوا ماشيين وراي عشان كلتوا، عاوزين تاكلوا تاني. أنا أقول لكم حاجة بقى، امشوا ورايا بس مش عشان تاكلوا العيش بتاع امبارح والسمكتين، عشان اعملوا للطعام الباقي. اشتغلوا بقى معايا لأكلة السماء، السماء مش السمك، طعام الباقي للحياة الأبدية لا للطعام البائد. أم اليهود بقى مكرين، هم عاوزين ياكلوا ببلاش وخلاص، لا عاوزين أبدية ولا بيفكروا. فقالوا له بص نقول لك حاجة، انت يعني ما معناه انت باين عليك بتعمل كل حاجة كويسة، شوف بقى هنحط موسى في كفة وانت في كفة. أبائنا مش ورا موسى أصل أكلهم المن،
طبعا هم نسيوا اللي عملوه ابائهم في موسى، طلعوا عنين موسى، لكن قال لهم، قالوا له اباؤنا اكلوا المن في البريه، موسى اعطاهم المن. قال لهم غلط. غلط ازاي؟ قال لهم مش موسى اللي اداهم المن، ابويا انا السماوي اللي اداكم المن بصلوات موسى وعلى يد موسى، لكن ليس موسى اعطاكم المن. يعني كلمه مظبوط، مش موسى اللي اداكم المن، يعني انا والاب واحد، فابويا انا اللي اداكم المن. الحاجة التانية، أبائكم أكلوا المن في البرية وإيه؟ وماتوا. تعالوا بقى أكلمكم أنا عن المن المفيد. أنا أعطيكم خبز الحياة، من يأكل هذا الخبز يحيا إلى الأبد، والخبز الذي أعطي هو جسدي الذي أبذله عن حياة العالم. فتحوا بقهم ومش فاهمين حاجة وما عجبهمش الكلام. إحنا عاوزين عيش زي بتاع امبارح وسمك ونروح ونجيلك كل يوم ناكل أكلة تمام ولا شغل ولا مشغلة ونمشي وراك إذا كان ده المطلوب. قال لهم أنا بتكلم في السماء، بتكلم في حياة أبدية، فبقول لكم أباكم كلوا المن ماتوا. هو أنتوا عايزين تموتوا؟ ما أنتوا عارفين نهاية أباكم، ما انتهوش نهاية كويس، كلهم ما دخلوش حتى كنعان. أنا كي أكلمكم عن الحياة الأبدية والأكلة اللي تدي الحياة الأبدية، أنا هو الخبز النازل من السماء. هو كان بيقول على المن خبز نازل من السماء، قال لهم انا بقى الحقيقي بتاعه. تاني ده كان كده وكده، كان رمز، كان رواق بعسل، لكن انا الخبز النازل من السماء اللي ياكلني يعيش للابد. فضلوا معترضين، وابتدت بقى تطلع الهمهمات والاعتراضات، هيدينا جسده ازاي ده؟ مش ده ابن النجار، ما احنا عارفين عايش خلفياته واهله. وابتدت الاعتراضات العقلانيه اللي طلع من كل الناس. لقاهم معترضين، قال لهم طب اقول له لكم تاني، بصوا اللي مش هياكل جسد ابن الانسان ويشرب دمه مالوش حياه ابديه، واللي هياكل جسد ابن الانسان ويشرب دمه هيثبت فيا وهثبت فيه. وعلى فكره جسدي ماكل حق هيتاكل بجد، ودمي مشرب حق، ومن ياكلني يحيا بي. طب يا رب ما انت ما شرحتش، قال ما هي ما تتشرحش دي، لازم يصدقوها زي المن. هو انا لما قلت لهم هنزل لكم من، قعدت اشرح، هم شافوا المن وكلوه. فانا بقول لهم هيجي اليوم اللي اقول لكم خذوا كلوا هذا هو جسدي، تاكلوا خلاص، تقولوا امين وتاكلوا وتؤمنوا ان ده جسد حقيقي ودم حقيقي عشان بيدي غفران ويدي حياه ابديه. ما عجبش اليهود. ليه؟ لان هم من يومهم ما لهمش في الإيمان نصيب، حبوش يصدقوا، هم يمشوا بدماغهم. عشان كده في آخر النص الجميل ده، ده نص طويل قوي، يوحنا 6، ده حوار طويل، والمسيح عمال يدافع عن حقيقة جسده ودمه وحقيقة أنه هو الخبز النازل من السماء. رجع كثيرون إلى الوراء ولم يعودوا يمشون وراءه. يعني ناس كتيرة ما عجبهاش الكلام وقالوا يعني مش هيدينا عيش بسمك، خلاص هو ده اللي فارق معه، مش هناكل زي امبارح يعني، خلاص مش عاوزينه. أصروا على الطعم بتاع اليوم اللي قبله، مش راضين يطلعوا الخطوة بتاعت الحياة الأبدية دي. ساعتها المسيح نظر إلى تلاميذه وقال لهم إيه؟ أتريدون أنتم أيضا أن تمضوا؟ الحتة دي مهمة. ليه؟ ربنا يسوع له المجد، لو كان شايف إن الناس فهمت غلط كان غير في كلامه عشان يرجعهم ليه، ما هو ربنا برضه عاوز الناس تمشي وراه. لكن ده مصر على كلامه إصرار لدرجة حتى لو تلاميذه مش هيعجبهم كلام يتفضلوا بالسلامة، بس هو كلامه مش هيتغير. يبقى في كلام ما بيعجبش الناس، في كلام ساعات ما يدخلش العقل، في كلام ما بيرضيش طموحات الناس، ده ما بيتغيرش، لأن ربنا بدل بيقول حاجة حق مش هيمشي على هوى الناس. مفيش ما يطلبه المستمعون، يعني الناس نفسها تسمع إيه نقول؟ لا دي حقيقة، أنا جيت من السماء خبز يأكلني الناس ليحيوا بيه، واللي مش هياكل جسدي ودمي مش هيبقى له حياة أبدية. عشان كده تلاحظوا يوم العشاء الرباني لما كسر الخبز وقال لهم خذوا كلوا هذا هو جسدي، ولا واحد اعترض ولا تساءل ولا تهكم ولا حاجة، قبلوها على طول.
ليه؟ لأنه سبق واستفاض في شرح الحقيقة دي وأصر عليها وفهمهم أن في طعام يدي الحياة الأبدية. عشان كده بطرس في آخر يوحنا 6 يقول كلمة جميلة بتلقائية بطرس الجميلة، قال له إلى من نذهب وكلام الحياة الأبدية عندك. ده أنت النهاردة سهلت الموضوع أوي، أنت بتقول هتاكلوا جسدي هتروحوا السماء، خلاص هس إحنا مستنيينك تقول لنا خذوا كلوا هذا هو جسدي، إحنا قاعدين مستنيينها بقى، بدل هي دي اللي هتدخل السماء إحنا مستنيينها. فكانت هديته ليهم قبل صليبه يوم العشاء الرباني اللي سمعوه قبل كده منه، إن أنا جسدي مأكل حق، دمي مشرب حق، يلا خذوا كلوا جسدي، خذوا اشربوا دمي. كانت فرحة كبيرة أوي. جسدي الذي يقسم عنكم، دمي الذي يسفك من أجلكم، دمي الذي للعهد الجديد. كل الكلمات دي كانت في الأول اتشرحت ليهم قبل اليوم ده. نرجع للمنة تاني، ايه وجه الشبه بقى؟ ان زي ما اليهود ما فهموش المنة قالوا من هو، الحقيقة هو ده أشهر سؤال في العهد الجديد بالذات في إنجيل يوحنا، هو أنت تطلع مين؟ كان سؤال اليهود للمسيح أغلب حياته، مين أنت بالظبط؟ في ناس بتقول عليك ابن النجار، في ناس بتقول عليك نبي، في ناس بتقول عليك إيليا أرمية. فالمسيح كان يقول لهم إيه، هما بيقولوا عليا إيه؟ هو أنا لسه من يعني ما حدش عارفني؟ فبطرس قال له لا ده أنت المسيح ابن الله، يقول له شاطر أنت عرفت الإجابة الصح. فهنا كلمة من يعني هذا المن العجيب اللي ما كانش مفهوم ومقبول عند يهود كتير، هو أيضا مسيحنا اللي مش هيبقى مقبول عند بشر كتير وهيبقى لغز بالنسبة لناس كتير، لكن اللي عندهم إيمان حلو زينا بيقولوا أنت هو المسيح ابن الله الحي، نأكل جسدك ونشرب دمك ونحيا إلى الأبد بإيمان الأطفال. حاجة تانية لما يقول طعمه زي العسل كرقاق بعسل، معناه يدي طاقة ويدي صحة، لأنه أكل جسد المسيح ودمه يخلي الحياة طعمها حلو. تناول ده ربنا ادهولنا يصبرنا على غربتنا، احنا هنا في زمان ضيق، في العالم سيكون لكم ضيق. ايه اللي يصبرنا في وجع قلبنا على الأرض في اضطهادات ومظالم ومشاكل وهموم وأمراض وأحزان هنا الأكلة السماوية دي، الخبز النازل من السماء اللي بيقول لنا انتوا رايحين السماء طولوا بالكم، هتعدي وتخلص وتيجوا عندي السماء. فأصبح رقاق بالعسل، يعني ايه؟ تطلع من التناول وانت فرحان وعندك طاقة كده، كالوريز يعني، العسل ده بيديك طاقة، بتبقى عاوز تطلع تبشر تتكلم عن ربنا، فرحان بربنا، بتسبح ربنا لأنك كلت أكلة سماوية تديك طاقة روحية. حكاية تاكله كل يوم تلتقطه يوم بيوم يعني تسعى ليه. عشان كده تلاحظوا عندنا قداسات مش بنوصل التناول للبيوت إلا في حالات المرض الشديد، عشان الإنسان لما يجتهد ويصحى بدري ويجي الكنيسة يلتقط يوما بيوم، أكل يوم بيومه، فما تقعدش على أكلة بالأسابيع والشهور، ما يبقاش جسد المسيح ودمه موجود على المذبح وانت لا يعنيك الموضوع، تحرم نفسك ليه منه؟ يا ريتك تتقدم وتتقدم كتير وتدخل بنفسية الجعان. في فرق بين واحد جاي التناول مش جعان جسديا، بيقول له انا جعان ليك يا رب، انا فقير، انا جعان وعطشان للبر، انا روحياتي تعبانة قوي، انا مش عارف اخد نفس روحي، مش عارف افرح، فانا محتاجك تغذيني بيك، تأكلني طعم السماء، تدوقني خبز الملائكة، فآكل وأفرح وأسبح. فاللي داخل على التناول مشتاق وجعان وعطشان للبر طبعا بيطلع فرحان قوي، غير اللي داخل القداس كما لقوم عادة، هو بيخدر ضميره مثلا، تفرق كتير. حكاية ان ما يتركنش لتاني يوم، يعني ما تقعدش تفكر انه ايه مش محتاج تتناول تاني، لا هتفضل محتاج تتناول اول باول، لانه انت طول ما انت على الارض النعمه تاثيرها بيقل بسببك انت، زي ايه؟ زي شحن الموبايل كده، تشحنه وبعد شويه مع الاستخدام يبتدي يطفي منك، فانت عاوز تتشحن اول باول، لكن لما تروح السماء خلاص الشحن يكمل للابد. واحد من القديسين قال طب ايه حكايه السبت
وليه ياكلوا قبلها او يحوشوا قبلها؟ قال بقى كأنك لما بتتغذى جامد، الجمعة دي رمز للحياة على الأرض، السبت رمز للمستقبل بتاعنا، فاحنا هنا بنحوش لبكرة. لما بناكل جسد المسيح ودمه أو ناكل خبز الحياة كلمة الله، ده كل ده هيعود لك لليوم الآخر. اليوم الآخر ده بعد ما تسيب الدنيا تبقى أنت فعلا يعني إيه ليك اللي مغطيك، يعني طالع من الدنيا دي شبعان وجاهز تقابل ربنا، ما انتش داخل على سبت يعني ما عندكش فيه حاجة، لا خزنت وحوشت للسم. كمان تلاحظوا ان حكاية يكتر ويقلل الموضوع نسبي جدا، يعني ممكن واحد يبقى داخل التناول عنده مشاعر توبة شديدة جدا، خجل حلو يشبع ويطلع فرحان بالغفران، واحد تاني داخل القداس بيشكر ربنا على النعمة اللي هو فيها وماله، يطلع فرحان قوي بالنعمة والشكر والتسبيح، واحد تالت واقف في القداس بيصرخ عشان واحد تاني تعبان بيصلي من أجل مريض أو مشكلة وماله هو كمان يشبع. يعني كل النفوس تشبع بغض النظر عن الاحتياج، اللي محتاج غفران بياخد، واللي محتاج تعزية بياخد، واللي محتاج تغيير بياخد، واللي محتاج استجابة صلاة بياخد، واللي محتاج الفرح بياخد. فانت كل اللي انت هتحتاجه هتاخده في هذا السر العجيب، لانه اليهود كانوا ياكلوا ويشبعوا ويفرحوا. ومن هنا جت فكرة ايه؟ تخبزوه وتطبخوه براحتكم، يعني ممكن طعمه ياخد كذا شكل. يعني قيمة هذا السر ملهاش بس فايدة واحدة، هي ليها كل الفوائد المتوقعة. فيقول دعا بيت اسرائيل اسمه منن، وهو كبذر الكزبرة أبيض، طبعا أبيض دي رمز لنقاوة المسيح اللي كله بياض، وطعمه كرقاق بعسل. لإلهنا كل مجد وكرامة الأبد أمين. ناخد آية واحدة. كانوا يلتقطونه صباحا فصباحا، يلا كانوا يلتقطونه صباحا فصباحا، كمان مرة كانوا يلتقطونه صباحا فصباحا.